الكهف كتبوا سامح سامي الخيط من كتابه مختلفه عليه خالص. هو طبعا انتوا عارفينه متخصص كوميدي اكتر. فيلم جذبني من اول ما قريته، وانا اللي بيوديني لاي دور هو الورق. في نفس الوقت مخرج متمكن ومحترم زي امير شوقي، اعتقد انه حاجه مهمه جدا ان شركه ريماس تتصدى وتقف جنب فيلم زي الكهف. اتمنى ان عبد الله في الكهف يوصل لكم، وانا كده بحب دايما اي دور بعمله يكون بيقول حاجه، وانا اعتقد ان شاء الله ان عبد الله في الكهف هيقول حاجه. هو الفيلم طبعا انتوا عارفين بقاله 48 ساعه عشان ما يحصلش اي اختلاط في الامور. في افلام قاعدين بقالها شهر ونص او شهرين، فبقعد تروح تلاقوا ايرادات، احنا لسه بادئين فما تحطوناش في الحاجات، ايه ده الفيلم فين، لا احنا لسه نازلين. اتمنى انه يعجب الناس، اتمنى انه يوصل للناس، ومبسوط جدا ان انتم معانا النهارده، ويا رب ان شاء الله الفيلم يعجبكم. وانتظروني في رمضان في منطقه محرمه مع حبيبي وصاحبي اللي بنرجع مع بعض من طرف ثالث محمد بكير. ومبسوط جدا ان انا بعمل تجربه مهمه جدا مع خالد النبوي. احنا الاثنين ان شاء الله هنكون الناس يعني منتظر يكون في حاجه كويسه.